ما شاء الله تبارك الله، بعد مطرة هالفجر الدنيا ضباب. اليوم السماء غائم، ما نشوف بيضة، لكن الأرض سبحان الله جنة. أنا ما أصفها إلا بالحدود، شمال الحدود الفيتنامية مع الصين، شفت بعض المناظر زي كذا. أمس تكلمنا عن المقلاية، ما هي مثل كيرلا أو بقية الهند جبال، مقلاية تلال، حتى سميت تلال الخاسي في قبل الخاسي، لا 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 بدري وش اسمه، ذي مضيات اسمه اللي هنا، كلها تلال، يعني ما فيها كل المرتفعات اللي تتعب ولا شيء، الطرق جميلة وواسعة. حرفتهم أغلبهم بأهل القرى هنا، يشتغلون بها، يستخرجون الحصى الحجارة من الأودية، يقومون بتكسيرها، ويشوف شلون يكسرونها الحين. هذه المظلة عندهم يستخدمونها هنا في مناطق مقلاية، مظلتهم على الأمطار يشيلون بها. مررنا بعشرة كيلو من خروج من المدينة، صراحة طريق مكسر ومتعب جدا، لكن مقبول يعني مع هالمناظر وهالفعاليات تشوفها يمين يسارك، حياة الناس الشعوب على هالصباح. المنطقة اللي جيناها هذه واللي رايحين لها قليل يروحون لها السياح، الجوي طريق إلى طريق دويك. حنا مغامرين، الشيء اللي رسمناه من أشهر على الخارطة ومسار رحلتنا لازم نشوفه ونجيب بإذن الله. مع الأجواء الحلوة الطريق ما في زحمة، زين سهل، وين ما بيوقف السواق قلنا له وقف. صراحة تاخذ متعة بصرية، لا إله إلا الله. شاهد هنا استخراج الاسمنت الابيض من داخل البلاد، ويحفظون انفاق دائما يقولون التراب الابيض هذا يخلط مع اسمنت تزيين البيوت. هناك يبيعون الحصى واللي يبيع التراب يشتغلون. نشوف كيف حافرين هنا في التلال هذه عشان يخرجون المادة، يقول لي تخلط مع السمنت ويصلح بها البيوت، والله ما فهمت، هي جبص أو شيء، لكنها يعني مصدر رزق لهم. نحاول ننقل لكم طبيعة البلد، جمالها، أهلهم، شغلهم. شوفوا شلون يحفرون جوا شيء، يطلعون التراب، طلعنا مطر حنا الحين. بعضهم ننحرج مع التصوير، اخترنا هذا التل شوي نصور على راحتنا، ناخذ نظرة عنه طريقة حياتنا. خلنا ندخل جوا نشوف، شوفوا شلون محفرين، يحفرون تحت، يدخلون، لا اله الا الله، يدخل هذه حفرة تحت، وهنا طالع فوق، وهذه مغارة ثانية. لكن هو صراحة مادة ما ادري وش زي الجرانيت، لكن عجيب طريق حفرهم هذا حتى يصلون لها المادة. صراحة نوعية الترفة هالجبل هذا عجيبة، خرقينا تخريق هالجبل، لكن صراحة
يغطي على اللمعة كذا. اسكتلندا الشرق، يا الله هناك السحاب بدا ينزل، يا الله الجنة. والله صوتنا لهالريان، ريان ان قلت فيتناميين بيشوفوا جيهم الحين كيف، خلهم صورة ان شاء الله. هذي لهم الريان المقلاية، شو المظلات حقتهم صانعين هنا. ما شاء الله طريق صراحة من الآخر. شوف المطر تحت شو نازل، شوف لا إله إلا الله. والله هنا السحاب والمطر هو اللي حك، ما هو أنت الطارد. عندنا في مطاردين السحاب ومطاردين، هنا الوضع مختلف. شوف روعة وجمال المكان. مثل ما قلنا لكم الطريق كله شلالات وكلها اماكن حلوه صراحه، ما تدري وين توقف، يروح وقتك. عجبنا شلال هناك صراحه، قلنا له تكفني بهالشلال، والله مبطين على هالشلالات. خلينا نشوف وقف وذيبان ويلا نبي نروح له. ما شاء الله شوفوا هالشيء بعد الحين جاي من هناك، الشلال جاي من هناك، غير ناصر باذن الله. روعة الأماكن، ما في أحد عندك، لا سياح ولا مواطنين، تتمشى وتستانس. والطرق لها بعد والله راصفين، الله يجزاهم خير، لو إنهم مسلمين بس يستاهلون البتح اللي بيوصلون هنا. أوه. ملزوم أن توضأ عنده إن شاء الله. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، واحد من 3000 شلال في مقلاية، مياه صافية سبحان الله، شيء عجيب.
تبغي هالعشب، وين التفت يمين هذا بجنبك هالشلة. الله،